مساء الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من حلقات مسح الغبار. لقائنا متواصل مع الصحفي حميد المهداوي. حميد مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك حميد معنا. مرحبا. حميد، في الحلقة اللي فاتت هضرنا على هشام مولكارو، تحدثت عليه بإسهاب ولكن ما طرقناش لواحد النقطة مهمة وطرحت فيها أسئلة في التعاليق، هو سبب الاعتقال ديال هشام مولكارو. شكرا لك بشرى وشكرا للمتتبعات والمتتبعي برنامج مسح الغبار. اليوم وقف انا كنظن هذا السؤال ديال هشام يقودنا لواحد النقاش جوهري ومهم كيعني المغاربه، مهم بزاف، نقاش دمر اسر وشرد اسر سميته المساطر المرجعيه. قبل ما نشرح لك ونشرح لجمهوركم الكريم ما معنى المساطر المرجعيه بالنسبه للبعض وما مدى خطورتها على الحياه الاسر المغربيه ووسط القضاء المغربي، لابد ما نقول لك ان هشام هو على حسب ما يشاع ويروج واكثر من مصدر عودي هذا الشيء. أولا هو واحد الإنسان طيب كما قلت لك، رجل أعمال ومحترم ومعتدل، وتحكم مسكين بخمس سنوات، والجريمة اللي غيجي بها تصوري تعود للتسعينات القرن الماضي، يعني في القرن الماضي. شكون غيجبدو؟ غيجبدو واحد السيد. علاش قلت لك معنى مصادر مرجعية؟ مصدر مرجعية هو أن شي واحد كيجبدك أثناء التحقيق أو البوليس أو كذا، من بعد البوليس كيسمع لك قال فلان، وعدد من الناس مشاو للحباسات هكا. عدد من الأسر المغربية، قبل ما نوصل لهذه النقطة، فهشام جبدوا واحد، شكون جبدوا؟ واحد رجل من كبار متهم بأنه من كبار المخدرات، تحكم 10 سنين وزادوا له عامين، لقاو عنده سلاح، هي 12 عام. وجر معاه 27 جدارمي، فيها كولونيل، فيها كبار مسؤولين، مساكن دوزوا الحبس، وبوليس كبار تقريبا شي 43. غنقول لك واحد النقطة ما نأكدش منها بمنتهى المسؤولية، ولكن سمعتها وسط الحبس من عند عدد من المصادر بزاف تتاروج، هو أنه الحسني بن سليمان يعني منين اللحظة اللي حيت هو جبدهم بكري ولكن ما سمعوا لهمش، يعني طاك عليهم. تما هذا السيد معتقل شحال هذه؟ معتقل وخا جبدهم وكذا، ما أحس أنا الله أعلم الحساب ما كيروجوا السجناء والموظفين، الحسني بن سليمان حس بأن عباد الله ديالو مستهدفين، داك الشيء ماشي صحيح، بحال شي واحد بغى يوسخ بعض رجال الدرك ولا كورنات ولا كذا، فطاك عليهم، يقال بأنه إن فوطح الحسني بن سليمان غيتعتقلوا الجندار. وكاين معايا واحد الجدارمي هو اللي سبق لي سميتو لك عبد الحميد مسكين، الله يذكره بخير، كان كيألمني بزاف مسكين، وكان مدوز تقريبا شي عامين ديك اللحظة. ونعود لك واحد الفكره وحميد عبد الحميد، هذا الجدارمي هو ربما غير نموذج باش نوصل واحد الرساله باش الناس يعيدوا النظر في هذه العمليه. مثلا انا بوليسي، انا جدارمي او انا عسكري في الجيش او يمكن واحد خين يجبدني، علاش الصادير كيحبس الانسان في ديك اللحظه؟ انا ما فهمتهاش. انت كتقولي في الماده الاولى في القانون المسار الجنائيه انا مش شباب باقي بريء، ولو 23 بريء، والدستور والفصل 120 بريء، ولكن واقعيا باقي ما محكومش. علاش تحبس لي صاليري؟ الصالير علاش يحبس؟ راه ملي كتحبس لي الصالير ديالي راه انت كتعاقبني ديك اللحظه. انا نتفهم على انك كتقولي كنشد بنادم ما كاينش انعدام من ضمانات الحضور وكذا باش يتحاكم مثلا، ولكن الصالير يبقى. علاش الصالير يبقى؟ تصور من عنده هذاك الدخل وعنده 4 ولادو كيقراو في المدرسه، وكل واحد كيخلص عليه مثلا واحد 600 درهم 800 درهم، وكياكلوا خصهم الحليب في الصباح وخصهم. انت ملي كتحب الصالير داك الجدارمي اللي هو غير مش شبابي، بمعنى كتحكم على اسره بجهنم. انا كان معايا الجدارمي ما عندوش العيد، ومسكين ما عمره ما قدر يقول لولاده فين هو، ومع مرته تيقول لها ولادي يقول له راه جاتني شي ميسيون، عامين هو في ميسيون هو في الحبس مسكين، ما يقدرش يقول لولاده. وكنت كنقول تنقول انا ولادي بزاف مساكن، كنقول له تنقول له فلان علاش قول لولادك ما قدرش، قال لي غيتاثروا. تاخذوا له كان واعيا شويه. قال لي ما يقبلوش. انا قال لي راه قال لي شنو تقول انا في الحبس؟ قال لي جرح، قال لي يكبروا معاه دائما. ونقول لك انا ما دمت انا بشرب انا كنعيش هذا العذاب، بعض المرات كنقول واش غلطت منين بنتي خليتها تزورني؟ واش غلطت؟ واش كان ممكن نخبيهم 3 سنين نقول لهم انا ما كاينش؟ او لا كان خصني نشوفهم في ديك 3 سنين كرتاح تيرتاحوا كيطمئنوا عليا نطمئن عليهم كذا، ولا داك الفضاء السجني بالكسواب كذا واش ماشي صعيب؟ بحال مثلا اللحظه اللي كان مثلا بوليس مثلا يوسف الى عقلتي ينفو كيدخل للسجن الى عقلتي طيلات كيقول بابا لعب بوليسي وشفار اثر. علاش كان كيقول لي هذه اللعبه وراه الكاميرا ديال عكاشه مسجله هذا الشيء؟ كنبقى نجري بيه ونجري بيا ونتخبى على ورا ديك البودره، وانت كتبقاي جالسه كتفرجي بوليسي وشفار وكذا، وملي كيشدني وكيدير لي المينوط وانا متكي على الحيط ما كنتش كنقدر نقول له الفكره منين. بوليسي وشفار لعبه، بابا لعبوا له بوليسي وشفار ما فهمتهاش. والدري ديك اللحظه شحال كان عنده؟ عنده شي 4 سنين ونص او لا ديك اللحظه ديال اللعبه؟ لا انا تشديت عنده عامين من ونص تقريبا، عامين ونص باش شديت وبدا هو هذه العمليه. دونك من عامين ونص هو عايش بهذه الفكره بوليسي وشفار،
الى عقلتي السوالف انا اللي قالت لي بابا واش قتلتي ولا كذا الى دونك انا كواحد من من من, من فهاد المسكين هاد السيد كنتي شكيلي تيقول لي مثلا والمراه اش كان الاخر ديال هاد السيد الجدارمي واخد واحد المراه ديال الدار ويسمح لي كنهضر فيه ماشي بكلمه اللي هو العيب ولكن كنبغي نوصل للمسؤولين المغاربه باش يراعيوا لهاد الاسر المغربيه اللي انا واحد الجدارمي ولا بوليسي كتب عليا مكتب ما ندخلش معاك التفاصيل داير ولا ما دايرش ولكن هذوك الاطفال والمراه اش كيخلصوا معايا الثمن يخلصوا الثمن على مستوى الخلاص مستوى المواكبه الدوله خصها تواكبهم نفسيا توفر لهم شروط دابا انا صدرت جريمه ولكن الولد ما يضيعش لان كنقولوا الفصل مثلا 32 من الدستور المغربي تسهر الدوله على حمايه الاسره والاستقرار ديالها والمواكبه للاطفال والحمايه الاقتصاديه والنفسيه للاطفال عدد من الناس مشاو للحباسات ولادهم تشردوا ولادهم خرجوا نحارفوا ولادهم قاطعوا على الدراسه ولادهم اصابوا بامراض مزمنه كاين اللي تعقد كاين وهذه كلها في اخر المشاكل كتقل كاهي الدوله في اخر المطاف الدوله ملي كيجي العنف كتخلص عليه الدوله وحنا اذا هذه مشاكل كبرى في المجتمع ومسكوت عنها كان ممكن نعالجوها بالابقاء على ذاك الصالير مثلا بزاف احيانا كنعتقل واحد الانسان نعطيك نموذج دابا هذاك السيد اللي معتقلينه في الدار البيضاء على خدا من عند الناس العرابه والديور وكيل عطى 50 مليون وكيل عطى 100 مليون تبوا في الحبس شنو هو الحل؟ الناس فلوسهم مشات عنده وهو مسدود علاش ما يخرجوش ويبقى تحت المراقبه القضائيه ويكمل المشروع البني ويسلم الناس ديورهم شنو رابحين مين في الحبس دابا هو؟ هذيك 5 المليار ولا 10 المليار اللي شد فين هي؟ والمشروع راه قرب يسالي راه بقى له غير ياخذ بيرمي ضابطي اذا شكون اللي رابح من الاعتقال داك الشخص كنعطيوه البطاطا وخيزو وشادن به بلاصه وزيدا الاعتقال الاحتياطي نافخين فيه مزيان والناس مساكن المهم الفلوس مشات لهم فلوسهم والدوله ضايعه والاقتصاد ضايع والسجن ضايع والكون ضايع علاش ما يخرجش ويبقى تحت المراقبه تحت المجهر ويكمل وبالعكس بالعكس السلطات المغربيه هذا غتراقبوا وتقدم له مساعده الناس يشدوا ديورهم من يشدوا الناس ديورهم يعاقبوهم من بعد انا المتضرر هو الناس اللي عاطيه العرب هذا انا لقيت بزاف الناس في الحباسات عندهم مشاريع حابسه مشدودين معتقلين شي هشام والكرو واش راه يقدر يخدم لك شي ازمه كورو هشام وهذا ديال اكاد كاين شي 20 واحد راه الا خرجوا برا راه وجد لك الاقتصاد عدد من القطاع الخاص معتقلين هو شنو خدمتو زعما خارج عنده مشاريع عنده العقار عنده الكلينيكات عنده مشاريع بزاف هو رجل يعني كيستثمر كان تيبيع انا شي هشام والكرو كيستثمر في هذا هو كان كيبيع الكرو على ليبوك وطلعت سميتو شحال هادي في ايامات الكوتربون ديال الكارو كيدخل الماربور ما يروج عليه تما دار ثروته من بعد ولا كيبيع ويشري هذا هو اللي معروف عليه يعني انسان عنده مصالح وعنده مشاريع دابا هذا جبدوا له شي مسطره في 95 ولا 93 شي حاجه قديمه هو فايت مدوز الحبس في التسعينات شي عام واحد دوز على حسب ما سمعته فجبد له من بعد جبد له هاد فهمتي يعني هو ماشي تاجر ما كانش كيتاجر في المخدرات لا انا ما عنديش معطيات على هاد الشيء ان زعما بالضبط باش نقدرش نتهم ولا باقي كيدوز في القضاء ولكن تنقول لك اقسم بالله اللي سمعت عليه هذا ما يروج راه احيانا كانوا بعض رجال السلطه باش نقول لكش بعض رجال السلطه سمعت انا هذا الشيء وقعت في تطوان واحد المره كيجي مثلا عند واحد السيد كنت كتعاود شي وقت كانت كتوقع كيجي كيقول له جبد فلان كيجبد واحد فلان تاجر مخدرات كبير وهذاك السيد ما بقاش تاجر مخدرات مثلا كيجي داك السيد كيجبدو فلان 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 كيجي داك السيد اللي لاباس عليه تيقول له راه جبدك فلان في المسطره هذه المساطير المرجعيه كيتفاوض باش يخرج بلا ما هذا الشيء كنقول سمعناه صحيح ولا ماشي صحيح وتقال وتنشر يعني المساطير المرجعيه من اخطر ما كاين في المغرب خصها توضع على حد غيجيب لك واحد وكتوظف لتصفيه الحسابات السياسيه مع الخصوم السياسيين احيانا كيما وقع في ازيره مع قريب هذاك الميف الشهيد ديال بن سعدون كيفاش توظفت هو بن سعدون هو كيقول هذوك الجوج تجار مخدرات ودار بهم شكايه للوكيل كرجل حقوقي مشاو ضربوا الحبس دازت الايام هما كتبوا قالوا له راه هو اللي قلبوا عليه القفه واش شي واحد تاجر عايز كتب شكايه ما يمكنش والناس ما حضروش في المحكمه وقدموهم في المحكمه انهم حضروا وشهدوا وما شهدوش وواحد اللعب خطير جدا وهذا ما هضرنا فيه وهضرنا فيه ومسكينه وصفه وضرب الحبس وتعزل من الحياه السياسيه وبعدوه وداروا ما بغاو خصومه سياسي الخصوم ديال داك السيد وقيس على ذلك عدد وقعت في المغرب كتوظف في المسطره المرجعيه حيت كيجيب داك بنادم فلان حيد لهم فمه مثلا الا اخي جبدك وانت تقابلتي معاه ونفيتي تقابل ونفيتي وانا السلطه التقديريه القاضي انا ثقت به علاش كنقول كان عندنا مشكل في المغرب ديال سلطه الملائمه والسلطه التقديريه لا بما ان هذا ما عندوش حجه مثلا ما عندوش دليل ما عندوش تسجيل ما عندوش حاجه سلمتها ما عندوش صوره وانا كذلك علاش ليش السلطه غتاخذ انا قلت لك بشرى عندنا واحد المشكل في المغرب انا قلتها وهذا مشكل خطير انا كنوصف كلمه خطير في القضاء المغربي وكيعالجوا نعطيك مثال هي السلطه التقديريه للقاضي تعرفي بان القاضي المغربي
ما كاينش حاجه كتقيدو ياخذ بوسائل اثبات وما كاينش حاجه تلزمو ياخذ بها وما كاينش حاجه تلزمو ما ياخذش بها. دابا انت يا بشرى انتيا شفتي هذا السيد شاهد عيان هذا ضرب هذا قدامك قدامك ضرب خاص الشهود في المحكمة ولكن القاضي يقدر يسمع لك ماشي ما كاينش ما يلزمو ياخذ ما كاينش واحد الحاجه علاش ما خديتش بهضرش كتسمى القناعة القاضي الوجدان القاضي ما بغاش ياخذ لم يطمئن لروايتك وحيدي لهم فمه جيبي انت الكاميرا هذاك السيد سرق الحانوت وسرق البوطه وهالكاميرا ما بغاش القاضي يجيب الكاميرا شكون اللي كيلزمو وتجيب له كاع الكاميرا ويشوفها بحال هكا وكذا وما بغاش يثق في ديك الكاميرا هذه هي السلطه التقديريه للقاضي وهذه هي فيها مزيانه ولكن توظف احيانا في التصفيات سلطه تقديريه ما بغاش يجيب لك الشهود ما بغاش يدير الخبره القاضي ما بغاش حيت كيقول لك في الماده 422 القاضي خصو يتاخذ القرارات وكيقول لك في 422 من قانون المسيره الجنائيه تيقول لك يخول الرئيس سلطه تقديريه يخول الرئيس سلطه تقديريه يمكنه بموجبها اتخاذ جميع القرارات والاوامر كيدير لك بما يملي قواعد الوقار والشرف ولكن كلمه فضفاضه بحال شي بحال دوك القياد اللي كيهدموا شي بني تيقول لك حقا يخالف النظام العام وتخليها عامه ولا بحال كما كدير النيابه العامه مثلا في الجنحيه كتقول لك مثلا انعدام ضمانات الحضور وخطوره الافعال كلمه فضفاضه ماشي كتضرب انت الحبس وخا سير ناقش انت انعدام ضمانات الحضور وما يقول لك هو لا عندك كفاله ولا عندك فهذه جمله من الاشكالات اللي مازال حنا الحمد لله خاص القطع معها كنقول لك الحمد لله اللي مع كامل الاسف خاص القطع معها واللي كيعانيوا فيها الناس هذه المساطر المرجعيه هذه المساطر المرجعيه كتستعمل في اللحظات اللي كيكون واحد الجو ديال الضبط بغينا نضبطوا شي فاعل سياسي بغينا كتوظف اي جبدك بنان كان معايا فلان لا شي واحد عنده معاك شي او ماشي بالضروره يكون عندك حساب شخصي معاه قديم واقع اليوم في بعض الملفات باقاش نهضروا فيها بزاف راه طلع عندنا في راسنا واحد تيوك انا تعرضت لك هذا بفمه عشفاويا دابا القضاء المغربي هو هذا بشرى غنعطيك انا ملفات غنجيب لك واحد كيقول انا ضربني كما داك السيد واحد السيد في 2000 دالي وداري عشف ما عنده شهود ما عنده خبره ما عنده والو وغنجيب لك انا حاله اخرى ديال واحد السيد عنده الشهود وعنده الخبره وعنده البصمات وعنده الخبره الطبيه هذا اعتقدوا القضاء عاشي وهذا بالشهود وما معتقلوش هذا هو مشكل المغرب اللي كنعيشو كاين كيشوفوا القضاة الكبار والصغار وكل شيء وما كاينش مشكل وامثله حيت تخلف حيت مازال مع كامل الاسف وخا كاين مجهودات ديال البناء في المغرب وخا كاين بقى وسطنا واحد العقليه ديال اللي ديك العقليه ديال بكري اللي ما فيها لا مؤسسه لا والو الشخص صافي حيد عليا داكشي جيب هذاك تعرف ديك جيب هذاك بحال دابا انا المهداوي جيب هذاك كاين واحد اللحظه قالوا هذا خصو يسكت المهداوي راه علاش ملي كتلقاي الدبابات العربون فلوسي شنو وقع لان هذاك اللي دار داك الشيء تلقى جيب هذاك خاف صافي خصو ينفذ جيب المهداوي تعرف شنو سكتني من هذا برصني هذا حيد لي هذا هذيك حيد لي هذا هي الدبابه الخدمه ما مغرزاش حيت ما كاينش جريمه في الاخر ملي كتجي كتصابي صافي جيب هذاك جيب هذاك صافي مكالمه ولا مثلا ارو جيب هذاك تدوينه صافي جيب هذاك جيبوا لي صافي جيبوا لي ما كيهمنيش الا كان داك الاخر قالوا جيب لي هذاك المهداوي الاخر كيخدم واخا تيعربز الخدمه مطمئن ان الاخر عاطيه ما غاتجيش تحقيق عاطي الامر الاخر حاميه واخا تقول تدبابات وتقشم لان الاخر تيقول وانا كي غندير وانا راه قالوا لي كتنفهم انا واخا تجيب الدبابات وروسيا ما تيفتحش معاك تحقيق ما كاين والو اذا شنو صافي جيب هذاك حيد لي هذاك صافي هذا هو المشكل وكاين واحد المجهود اخر لبناء المؤسسات ولكن ملي المغرب غادي اون باري العقليه القديمه ديال الضبط باقا حاضره بقى هي اللي متشبته بهذا الاصلاح ما بغاش ديروا مثلا ديال المساطر المرجعيه ما تعتمدش في الانجليز ولا في الدول الديمقراطيه مثلا تقدر يجيو متى يلقاو عندك الحشيش كيلقاو عندك في الطوموبيله 2 كيلو 4 كيلو يوقفوك براج البوليس وما يعتقلوكش ولكن شرط هي ما تقولش ديالي ايه كتقول كيقول كتحشيش كتقول انا ما عندي به علاقه في الكفر عندك تصوري في كفر كيزك ديال من الحشيش ماشي ديالي صافي سير بحالك ما يمكنش يعتقلوك ابو ولكن كيتبعوك وكيراقبوك اهوي كتوضع تحت المجهر كيمشيو لك الكونت الفلوس ديالك علاقاتك كيشوفوك شحال خرجتي سافرتي العطل وفين كدوز العطل وشحال لوطيل وسانكي طوال دوزي طوال طروازي طوال شحال كتمول شحال كتاكل كيبقاو ياخذوا لك صحابك لي فوطو انت مقهوي في شي بلاصه تشق 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 كيتبعوك متابعين 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 حتى واحد النهار كتشد بقيطي وبالتلبوس عاد كيجيب دورك داك السيفي والفلوس او البراءه هذا هو الخدمه القضائيه النقيه ما تيظلموا انا يا اختي راه نقدر نقول لك انا عدد فلان عاكتب وواحد مشى للحبس وضرب عامين الحبس انا عندي نموذج واحد دخل الحبس وتحكم وبيتحكم كيقول الحشيش ديال بوشرى تبعي معايا مزيان عندك هاد الشهاده شي نهار يديوك تاتشي
ولا تا ولا كلشي كيجيني انا ممكن. قال له حشيش ديال البوصره على حدي معايا ودازت ليا ودوزت انا اللي قلت حشيش البوصره ودازت ليا واحد النهار شقت له جا عنده شي واحد قال له قول الحشيش ديال خالد وكتب رساله من داخل حبسه السيد الوكيل العام داك النهار اللي قلت فلان راه ماشي فلان راه غلطت وكذا وراه حق ضغوط وراه الحقيقه هو فلان جيبوا فلان ومشى للحبس الاخر. كاين هاد الحالات والاخر تستعد عاد البوليس يقول فلان وعاد القاضي تحقق فلان وفي المحكمه فلان ومن بعد قلب روايته. ولكن كان مثلا هذاك بين قوسين يعني ما نقولوا مجرم او تبيع المخدرات واش هو مؤهل ان شهادته تاخذ بعين الاعتبار؟ وحنا نرجعوا لك الفكره قبيله السلطه التقديريه للقاضي. انا عطيتك واحد النموذج جبته في هذه الحلقه اللي دازت حي. الا مشيتي عند نشطاء الريف اللي كانوا تحاكوا معايا كيجي القاضي مثلا هو الفرقه الوطنيه فيها البجاوي متهم تيقول الزفزافي قال لي وقال لي رابع الابلق تيقول الزفزافي قال لي وقال لي شي كيورط شي بيناتهم هما كريافه من جاو المحكمه تيقول لك حنا التصريحات عمرنا قلناها تبرؤوا منها مزيان ما كيهمنيش. الا مشيتي عند القاضي اش كيدير تيقول لك وحيت ان المتهم فلان من اللي ما بغاوش يشهدوا اعتمد في التعليل وراه كيقولوا فلان قال لفلان بها غيدينهم واخا هما رفضوا واخا نفاو واخا نفاو ولكن المتهم ولا يحكم ضد المتهم غادا معايا. نعطيك انا احكام قضائيه اخرى في المغرب تيقول لك وحيت متهم ما يمكنش يشهد ضد المتهم ولكن في هذه الحاله لاحظتي الاشكال كي داير نقدر نجيب لك وشحال حضرت لك لا متهم ما يمكنش يقول هذاك راه متهم يقول اللي بغى وشحال ديال المتهم وهي هذه في المنصه تاع المرجعيه يعني هو متهم دونك هذه السلطه التقديريه للقاضي يعني كيفاش كيوزن الكلام فهمتيني كيبقى له هو السلطه يقدر ياخذ بكلامك يقدر ما ياخذش ما كاينش حاجه تلزم القاضي بما بحال مثلا كتقول الماده 287 لا يمكن المحكمه ان تبني مقررها الا على حجج عرضت اثناء الجلسه وناقشت حضوري وشفهي ولاحظي هذا النص جاء على صيغه الاطلاق لا يمكن صافي ما عندناش لا يمكن المحكمه تبني مقررها الا على حجج عرضت اثناء الجلسه وناقشت حضوريا وشفهيا واش المحضر حجه ما تناقش المحكمه واش المحضر حجه مثلا ديال الشرطه واش المحضر 290 يقول لك اي المحضر في الجناح عنده حجيه الى ان يثبت العكس ولكن المحضر ما مسنيش اذا دابا يلا فسري لي انا مثلا ما سانيش المحضر ديال الحسيمه ولكن لمشيتي للتعليل القاضي وحيث قال وانا ما سنيتوش ما سنيتيش اذا ما موافقش اذا ما موافقش اذا ما قلتش ذاك الكلام اللي كاتبن هما كان القاضي يشدني وسنيتي واخا نقول له سيدي عذبوني وضربوني وشدوا لي يدي سي خويا ما نعقلش عليك سنيتك انا ما عنديش سنيتي سكين في ما كايناش ومع ذلك القاضي اعتمد عليها وقال واضاف وزاد انا منين تشديت في الحسيمه واش عندي التلبس منين تشديت من الشارع العام واش كنت كندير شي فيديو كنت كنهضر كنت كنخطب كنت كنقول شي حاجه تصوري تعتقلت تم اعتقال بدون تلبس خطر ما كاين في المغرب انا كنقول لك هذا شديت من الشارع العام وملي مشاو كيحقوا معايا كيحقوا معايا الفيديو ديال البارح الا رجعنا للماده 56 من القانون المستنجد ديال التلبس اثناء الفعل او على اثره او بمتابع بصياح الجمهور او انتقال الضابطه القضائيه النيابه العامه الى مسرح الجريمه او بقى عليه اثار الجريمه ما كاين حتى واحد في هادو الفيديو كان البارح في 9 الليل وانت حتى لجوج النهار تغدى وانا كنت سارة وانا كنتصور وتلاقيت الناس وتلاقيت رجال السلطه واحد اللحظه اذا على اي اساس مشيت تقتدي كان ممكن يجيبوا لي استدعاء اجي للمحكمه لا اعتقلوني خرق سافر هذه هي الاعتداءات السافره شدك كما عدد من اجي يلا على الحبس كتكون من فات فيها البراد فيها الدق يعني ما كيبقاش المنطق القانوني هذا الشيء دار معايا انا مع كامل الاسف رجعوا للسجن جابوا لكم شي واحد اخر قلتي بان بزادت يعني زادت الامور تازمات جابوا لكم شي عراقي جابوه ولا وضع صعيب بزاف جابوه داك علي كان علي العراقي وعلاش لان علي العراقي كما قلت لك كتب للسفاره هو بريطاني وهو عراقي وعنده جنسيه بريطانيه فمنين كتب للسفاره كيقول لهم حنا شي 15 واحد في الغرفه والضيق والتليفون ما كيوصلناش وكذا 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 فجات السفاره سامعوا لهم غير مشات وبغي يجيبوه لعندنا كان مخلط مع الحق العام عادي كان عنده لاباراي وسط الغرفه بحاله بحال عباد الله لاباراي ديال التليفون كيهضر وكيف رضوا عليهم ديك الساعه كانت بحالنا بحالهم كيقول لك تعطيني 8 ديال الارقام فقط لا سولت على شي رقم اخر ما كيجاوبوكش مغلق وكان تيهضر هو مشى كتب رساله صافي هما يجيبوا وحده انا حطوا وحده حدا هشام وكيهضر بزاف والصوت ديالو غليظ نتعذب بزاف انا ذاك سيرتو كانت الامتحان خصني نقرا مشكله لا يعني تبقى رمضان ديك الساعه كان مازال رمضان وجابوا هشام في رمضان فتما كما قلت سبق لي شرحتها لك فكره اخرى غنعيش جهنم بوشرى لانه البيبان يبقاو تسدوا باب انا بابي مسدود سدوه بالضبط
على مول كارو ولا من جا هذاك العراقي؟ لا العراقي غيزيد، ولكن من جا هشام كثر. هشام ابو بصره كتجي دابا مثلا الحانوت، نعطيك مثال، هما جابوا له الكاطو ديالو وداكشي، نعطيك غير مثال، راه ممنوع تدخل له الكاطو والحلوى وداكشي، يجيبوا واحد لابارا يقلبوا بياسه بياسه والتدقيق وحاله استنفار وخص يكونوا جوج عادي يدخلوا الماكله، فما بقيناش كناخذوا اتاي كما كنا وداكشي، فهمتي؟ ولات واحد الجو كلشي تكهرب، الحي كامل تكهرب، ولات الخلعه حتى الموظفين السي الحبيب ولا كذا مساكن كلشي، فهمتي؟ لان حي عادي ديال باء وجبتي له واحد السيد كتعتبره انت هو انسان ملي داكشي اثر عليكم جوج. ما كلينا العصاب بزاف، انا كنعاود لك كيفاش دوز داك رمضان، راه ما استمر داكشي في رمضان ولا من بعد رمضان ولا بقى الوضع هو تخرجتي؟ لا تعذبت، وديك اللحظه بلاتي نتفكر بعدا غيجي الحبيب غنتنفس شويه، اون فوا غيجي الحبيب ماشي بحال ملي كتجي مجموعه الحبيب ماشي بحال الاخرين اللي معاهم العداد. صالح حجر تيتبدلوا ليه كيكون بمعنى ماشي المدير، حقاش لو كان مثلا المدير اللي عطى التعليمات راه المدير تعليمات واحد الحبيب واحد الاخر، كيف في هذيك المجموعه الاخرى كان هما كيكبوا عليا في المدير، انا عقدت بهم لانه لو كان نفس علاش الحبيب من المدير؟ ملي كان المجموعه الاخرى المدير غيشوف الكاميرا، وملي جا الحبيب ما يشوفش المدير الكاميرا، علاه الحبيب اكثر من المدير؟ غير الحبيب كان ذكي تايق فيا وتايق فيه، عارفني انا المهداوي من ادي ما كان، فهمتيني؟ فكنت كان زعما تكرفسنا لواحد الدرجه مع هذيك المجموعه، ما بغاتش تصرف ليا وتزادت ليا ذيك الحساسيه مع التوتر، وكنبدا نحك وسخن الحال بزاف، وكنت كنعاني يا اختي هادشي ديال بحال العطريه، وا كنبغي غير العطريه، دابا تيسحب لك بوشه شي حاجه شي غير العطريه، بغيت كنبغي شويه ديال العطريه، كنبقى تابع والو، تبغي مثلا الثومه هادشي في رمضان هادشي وقت كتبغي مثلا ديك الماكله تدمها شويه ولا تزيد فيها شويه ديال غير باش تلهى ولا طيب. منين جا مور رمضان جا العيد كان شي انفراج تما، حلوا لكم شويه البيبان تنفستوا؟ لا بالعكس، هذاك اسوء عيد ديال كورونا هو العيد الفطر، عيد رمضان ما بغاش ننساها بشرى، الا هضرت دابا نتوتر الا تفكر، قد كانت فيه واحد القسوه، تصوري عندك كورونا كنعيشوا الخلعه، كنقولوا ما غنشوفوش والدينا ولا يموت والدينا، ما كاينش مواكبه نفسيه، تصوري ما كايناش زياره لولادنا، تصوري جهنم كنعيشوه ديك الساعه مغلق، راه مازال نتوما واخا كان عندكم الحجر عندك التليفون كتلعبي في اليوتيوب فيسبوك، طلعي السطاح تخودي الحانوت تجي عندك ولدك حداك عندك اكسيتيرا، تصوري انت في واحد البيرو واحد الباب كتخرج من الباب حيط ابيض كيهبطوك حيوطه بس كتعرفي كي دايره الفسحه بوشرى؟ الفسحه ملي كيتفتحوا البيبان الفسحه هذه هي واحد البلاصه دايره بحال هكا، والصوره عالي والفوق سلوكه رولو 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 تسوكه، راه ايماجيني وهذوك الشراجم ديال الغرف كاملين كنهبطو كندوزو كنبقاو نهضرو مع بلاد من الشراجم كلهم مشبكين، ايماجين يا بوشرى ثلاثة الشبيك دايرين حديد غليظ وزادوا داروا واحد الشرجم، عرفتي راه تنتعصب كنتفكر داك الشيء اصلا الجو عرفتي علاش لي ميزيرمون قاسي قلبهم؟ علاش؟ واخا الاسلام ودين الرحمه والشفقه وحنا المغاربه وحنا المسلمين وحنا خير امه خرجت للناس وحنا احسن من النصارى ومن اليهود والمسيح، عرفتي راه يشدوك شنو يديروا لك يا بوشرى؟ واش وبلاد النصارى والمسيح كيديروا لهم غليظ حديد غليظ تيدير لك تيدير لك ما تيراعيلكش انت بحال شي كلب، كنت كنتعصب تنقول له اسيد المدير جا الوكيل، قلت له اسيد الوكيل واش دابا تصوري عوينات ضيقين واش حنا دي سوفاج غنعضوا اللي كدير هذاك الشيء سوفاج حيوان وحش، تصور بلا ما كتقيس له ادميته اختي بشرى، كنت كنقول للوكيل الملك جا عندي مره واحده دخل عندي وكيل الملك حتى بغيت نخرج، قلت له شوف هذاك الكرياج المجلس الوطني كنقول شوف الكرياج المجلس الوطني حق الانسان سي ميديوي الحبس هو هذا المدير كنقول تتقيس وانا صحفي ولا سياسي ولا مسكين واحد المراجل ما خرجش واحد السيد ما خرجش مرته النفقه يعني ماشي واحد السيد رجل طيب مسكين عا غادي ساب بيرميدير كسيده اليوم ما خرجش لاسورانس مسكين عنسى مع كثره المشاغل قاس هو رجل صالح كيصلي كي مؤمن وطني ملكي غزال كيعطي الصدقه كينقذ الناس كتاب عليه مكتاب صافي غديروا وسط الكرياج وتسد عليه لا يدوز واحد العقوبه ولكن مراعاه الوضع الاعتباري وكيخلطوا كيمو القتال مع الدباح مع ابراهيم انزا بحال مول الاخر بحال ذاك اللي غي حتي راه كنت كنقول الكرياج كان كيضرني وملي كنقول لك هاد الحوايج راه ماشي باش نسيء المؤسسات ولا باش نسيء المندوبيه ولا عندي لا لا حتى شحال من حلقه قلت لك الحلقه اللي سبق شنو قلت لك كنشكر مندوبيه السجون ساهمت في انني لو كنت خبيت علاش نقول لك زوين قلت لك زوين قلت لك مندوبيه السجون عمري قلت لك شي نهار منعتني انني نقرا واش عمرها منعتني من الجرائد لو كنت كذاب غنكذب عليهم في كل شيء انا اللي كنقول لك اللي كاين وملي كنقول هذا الشيء علاش لانني انا على قناعه تامه على قناعه تنقول لك انا اصبحت يا ربي بكل تواضع اصبحت خبير في السجون وعرفت المشكل منين جاي راه ما كنهضرش فابور باغي نبوز ولا باغي نهضر ولا باغي نسي نو انا مصالح انا من ديت الاجازه في القانون ولا قلتها انا ساليت مع الحبس
الجرح مابقاش عندي. اليوم انا كنحاول ننفع بلادي. كاين ناس مزيانين في السجون، كاين ناس مزيانين في ادارات. هاد الجمله هاد العقليه ديالي يعتقدوا بان بلاد كل ما ظلمتيه راه عقليه خاطئه. شي اسباب حاله اش نقول لك، من نهار بدا المغرب السجون خوات. علاش؟ اذا خصنا نبدلوا الخطه. لحقاش داك الدلقيم ما كينتج والو، كيخرج للحبس كيخرج حاقد عيرجع لك. اذا انسانه السجون هي الحل، هي خصك تشوف الحل. واهم حل السجون جوج كنقولها، زيدوا الموظفين وزيد الصالير. هذا دعوه واحده من الجوج. حقاش انا موظف ممكن تعطيني نخدم لك واحد 8 سوايع وعطيني نقابل لك واحد 200 ساجين، غنوكلهم وغنشربهم وغنقابلهم وغنناقشهم وغنضحك معاهم ونعطيهم الخاطر ونجيب لهم الدواء ونجيب لهم الفرملي ونجيب لهم. واش انا موظف عباد الله عطيني 2000 ساجين وعطيني 76000 في الشهر وبغيتيني نقابل لك انا هذا دابز مع مو، هذا نايض السجين في الليل، هذا سارق له الفراش، هذا نعس راسه وحده الطواليط، هذا المحكمه تعطلت عليه، هذا ما جابولوش الشهود، هذا مظلوم في الحراسه النظريه، هذا واش كتعرفي شنو هو السجن بوشرى؟ كيتشم بنادم جايب معاه الدقه، هذا جايبها مع دمو، هذا جايبها مع دمرته، هذا جايبها مع البوليس، البوليس ما سمعولوش، الحراسه النظريه ما كلاش مزيان، قاضي التحقيق، قاضي التحقيق اش كيدير له؟ استنطاق التمهيد يدير معاه عام جنايات، والله ما يشوفوا قاضي التحقيق، في راسك هذه الفكره. كيجي كيسمع له الجلسه الاولى مثلا سير، وبنادم كاس في الحبس عباد الله اش عيدير؟ بحال دابا راه وقعت على عكاز، فين هو التحقيق؟ اش كتحقق له السير؟ تصوري كتجي كيسمع لك التحقيق الاعدادي تيقول لك كذا كذا سير، واش كيدير لك؟ مع دابا الجنايه الجنايات كتاجل على شهرين، كل شهرين عنده الاجر، وكل شهرين الى لقى الملف واقف عليه يؤجل. تقدر تدوز انت سنه تاجيل بجنايه وجنحه كتاجل على ماشي القاضي خايب كثرة الملفات. نرجعوا للمشكل الخطير في المغرب، كتلقى القضاة تاع شوية، شحال المحكمة فيها جوج قضاة تحقيق، وشحال من ملف معروض عليهم واحد 1000، وكاين غير تلقى تحقيق. ما كيجي يبحث مع هذا كيلقى طاح وعندو ملفات جداد، كيبقى يأجل وشي وشي داخل في شي وشي، كيجي بنادم من السجن تيقول لك أنا راه ما دايرش عباد الله، بغيت مقابلة، واجهوني مع السيد. قاضي التحقيق باش يستدعي الآخر خصو يعيط البول، يضيع له الوقت. هادي شوف ملف اخر صافي، وحيت انه ماشي كاملين تنقول لك هادي. انا السجناء اش يعاودوا ليا؟ تيقول لي يا حميد راه ما سمعليش التحقيق، راه ما جابوليش الشهود، راه ما جابوليش الخبره، راه ما جاو. دونك ملي كتمشي انت للتشريع قانون المسار الجنائيه كتلقى انك انت كمواطن ان المشرع عطاك البحث التكميلي، عطاك حق في الخبره، عطاك حق في الشهود، عطاك 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 عطاك، ولكن القاضي هو عنده سلطه تقديريه ما بغاش يستعمل هذه. واش كاين شي محاكمه بلا خبراء؟ بحال دابا محاكمتي هنا فيها مكالمات، هل يعقل عندك مكالمه؟ خصنا الخبراء. شتي ديك المكالمه من الناحيه القانونيه اللي جرات بيني وبين ذاك المشبوه؟ كون كنا في دوله ديمقراطيه شنو خصو يدير؟ هذيك المكالمه خصهم يتصابوا في واحد كيتشمعوا كيتصابوا في واحد الميكا كتسمى هذيك وسائل الاقتناع، ادوات الاقتناع، هذاك هو هذيك هي كيتسمى جسم الجريمه. خصو يجيب لي هذيك ونفتحوها وكتجيب الخبر. كيفاش شتي دابا شي فيديو شي تسمات شي مكالمه في شي دابا هي اداه الجريمه اصلا جسم الجريمه ما كاينش. تيقول لي واش عيط لك دابا؟ تقول لي واش عيط لك فلان؟ عيط الاستاذ كنقول له راه ماشي قضيه تعيط لي فلان. شنو قلت له؟ هو خصو يقول له عم تقول له راه عاكد عيط لك ما كيهمش. خاصها تجي وتصنات ونفلتري وكذا، ماشي من اجلي، اجل الحقيقه، اجل المغرب، اجل الاجيال، اجل الثقه. خصني انا نتحاكم ونخرج من المحكمه ونحس براسي تحاكمت، ونمشي عند سلافه ويوسف ونقنعهم بالقضاء زوين. ما نقولهمش القضاء راه دار لي ودار لي ودار لي، كيكبروا ولادي. غيكرهوا القضاء وغيكرهوا البلاد. هذا هو مشكل المغرب. نفس العمليه في الريف، الناس ما بغاوش يفهموها. علاش كاينه واحد الموقف نفسي؟ بقاش الناس تعرضوا. واش انت كتعتقدي دابا بيني وبينك؟ مع كل الاحترام. واخا يقول لك الريفي يقول لك شي كلمه، انا والله ما شوف داك الشيء الاحداث 59 عينساوة، ملي كتقول الاوباش عينساوة، جرح هذاك، كون عنده الفلوس ولا عنده الثروه مشى لالمانيا كيعتبر راسو تقاص، خاص مصالحه، خاص ماشي تخلي هكاك هزوا بواقلاطه مستشفى وهزوا وكتخيلهم مواقع ديال الرباط هنا وكازا وتشير ويداو يسبوا. خاصنا نتفاهموا الناس هذوك ولادنا، نتفاهموهم واخا يغلطوا ردوا بهم، مع هذا اللي خرج على الطريق بزاف. اما انا خرجوا الناس واحد الطلبه وكذا واحد الجو، وكانت حكومه ديك اللحاق ديال بنكيران انت شتي، واش هذيك حكومه عباد الله قاسم دابزه مع بعضياتها؟ واش دابا التناقض؟ عندنا حكومه بلوكاج، حكومه فاشله، وما عندكمش عندنا حركات اجتماعيه، لا يعقل. وحكومه حيدنا من الوزاره واقلنا وزاره، اقرينا بفشل الوزاره، وحكومه سوقها خاوي والمكونات ديالها غير منسجمه ومدابزه وعادي، ومنطقه ما فيها لا جامعه ما فيها لا والو. خرجتي علاش خرجتي؟ لا خصك تبقى مع هذه الحكومه التافهه، وما كاينش جامعه وما كاينش معمل وما تخرجش. 20 عام غنربيك بهذه الطريقه، غنربيكم. هادشي راه واحد المنطق يا اختي كي كان
دروك كنتسمو خايبين. شكرا لك، وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لك حبيب، شكرا لكم مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.